ممكن يكون اتفهم بحاجه غلط، لكن انا مستمنه وانا بحبه ان ده راجل حكيم وراجل ليه دور كبير جدا في نجاح الكره المصريه وفي بطولات النادي الاهلي. ولكن اللي ما يحترمش انسان لازم يبقى ينال عقابه يعني. معاك كل حق. المباراه الجايه ايه يا كابتن محمد ليك وان شاء الله في الانتاج الحربي؟ ان شاء الله دجله باذن الله يوم الاثنين، واتمنى ان شاء الله ان احنا يعني مباراه الاهلي كنت اتمنى ان يبقى في نتيجه ايجابيه، بس اتمنى ان شاء الله تكون بدايه لنتائج ايجابيه الفتره الجايه باذن الله. طيب والجهاز هيحل مشكله شيتوز ووائل ازاي وعبد الستار صبري هيحلها ازاي؟ لا كابتن شوقي طبعا، هي كابتن شوقي هو يعني هو المدير الفني، يعني هي كانت تبقى مشكله ممكن لو كان المدير الفني هو اللي كان يعني بس الدكه هتبقى فاضيه كده يا كابتن محمد. لا هنزودها، هنملى حد يعني احنا مش عاوزين حد، احنا عندنا ناس هنا ممكن يروح يقعدوا معاك على الدكه. لا عندنا كتير يعني احنا لو حضرتك طبعا تشرفنا يبقى حاجه كويسه جدا. الله يخليك كابتن محمد، احنا شاكرين جدا ليك ونتمنى ان احنا نشوفك زي الاول واحسن، ويا رب تبقى دايما هداف، ويا رب كده نشوفك في منتخب مصر في الفتره الجايه ونقدر نبارك لك على انجازات. ومعاك بقى الكابتن احمد اهوت والكابتن والدكتور لو عايزين تقولوا له اي حاجه او تسالوه اي حاجه. طبعا كابتن محمد فضل يعني من اللعيبه المحترمه واللعيبه الكبيره وما شاء الله عليه، يعني اخلاقه كمان طيب. بتسبقه في الكوره وهو يمكن لخص الموضوع، ويمكن اللي انا قلته في الاول ان القصه كلها ان لازم يبقى في سيطره على المجموعه اللي بره، الجهاز او الناس اللي بره. جت من عامل يعني مع احترامي من يعني اقل واحد في فرد الجهاز، يعني ما ينفعش ان هو يتكلم مع لاعب ولا حتى يعني فرد. انا عاوز اعرف المباراه دي كانت مباراه الانتاج، يعني الطبيعي ان اللي ينزل يلم الكور هم العمال بتوع الانتاج، فده طبيعي، ده الطبيعي. فليه مثلا ما يحسنوش اختيار الاولاد او العمال اللي بينزلوا يجيبوا الكور او اللي يكونوا متواجدين؟ دي حاجه. يعني الحاجه الثانيه، انا عشان مباراه زي كده اما اكون انزل واحد او اثنين او ثلاثه، وما ينفعش ان هم يختلطوا باللعيبه سواء الانتاج او الاهلي ويكلموهم. فين المسؤول؟ انا عايز بس اعقب على لان بعد كلام الكابتن محمد فضل، الحقيقه انا من اللعيبه المحترمين جدا اللي انا بعتز بيه، وحتى كان في كلامي مع الكابتن حسن شحاته لما كان بيتكلم على محمد فضل في فتره وجوده المنتخب حتى وهو ما بيلعبش اساسي، يقول لك واحد من العناصر الاساسيه، لان هو حتى بيقوم الصلاه ساعات بيقعد مع اللعيبه، هو حلقه وصل ولعيب اخلاق. انا بشكر طبعا لعيب زي محمد فضل انه قال الحقيقه، شوف قال حتى وهو بيلعب في فرقه اتكلم على ناس من فرقته، فده في الحقيقه الامانه في عرض الموضوع ده شيء مش كل الناس ممكن تعرضه بهذه الامانه، ده لعيب تصدقه. فده دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان في حاجات كتير بتحصل دلوقتي مش ممكن كانت هتحصل لو المسابقه بشكل عادي وفي جماهير. منها الكابتن احمد دلوقتي لسه قايل لك ايه؟ قال لك احنا طول الماتش سابعين الجهاز. على فكرة الجهاز والمساعدين والكلام من ده هم في الظروف العادية بيتكلموا كده، بس صوت الجمهور ما بيسمعش اللعيبة. يعني ممكن واحد من الجهاز ينفعل، بس في وسط 20,000 حتى متفارق أصواتهم مش هتسمع كل الأصوات دي. إنما احنا دلوقتي واحنا قاعدين بنتفرج على الماتش سامعين المدرب بيقول إيه والمساعد بيقول إيه ومساعد المساعد بيقول إيه ومدرب الحراس بيقول إيه والإداريين بيقولوا إيه، سامعينهم حتى زي ما بيقول الكابتن أحمد في رمي التماس يقول لك إيه ومش عارف إيه، بتسمع صوت رد الفعل. ده بسبب الظروف اللي احنا فيها، بسبب برضو الـ 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 يعني الكابتن محمد فضل قال دلوقتي حاجة، قال لك كل الناس مخنوقة، مفيش جمهور، الظروف الماديه مش كل الانديه. ازاي يا دكتور احنا ندخل جماهير بالصوره ديت؟ يعني ازاي نقدر نسمح بعوده الجماهير في ظل ان فريقين بيلعبوا مع بعض ومش قادرين يسيطروا على الموقف؟ ما هو برضه ده الانفلات ده من الاجهزه الفنيه ومن اللعيبه ومن الاداريين ومن رؤساء الانديه، كل عنصر من دول بيأجج النار اكتر. يعني خد بالك ان ممكن واحد مسؤول يطلع يقول كلمه زي ما بيحصل كتير دلوقتي تولع الدنيا في الجماهير وبين الجماهير واللعيبه وبين الاداريين وبين الحكام. هو مشاكل الحكام دي ايه دلوقتي؟ ما انت عمال تلزق للحكام مشكله النهارده، وده يقول لك انا عامل تسجيلات وده يقول لك انا عندي تسجيلات. كانت النتيجه ان المشكله ديت عارف لو تحصل في 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 دوله مثلا زي ايطاليا وانجلترا وبتاع فيها هبوط انديه. مظبوط. فيها اذا ذكر اسم نادي وتسجيل زي كده معناها النادي يهبط للدرجه الثانيه، احنا مش هنقدر ننفذ كده لان احنا ما عندناش اتحاد كوره اصلا يقدر يجرؤ انه ينفذ للأسف. الكلام ده. فالموضوع كبير قوي، لكن لازم على الاقل انت تلم على اكبر قدر ممكن
وده صعب. اه انا معاك دلوقتي, لكن لازم المنظومه ترجع لطبيعتها باسرع وقت ممكن. طيب معانا دلوقتي اتصال, مين معانا بتقول؟ معانا اتصال احد الجماهير, محمد سامي من المنزله الداخليه. اتفضل استاذ محمد. الو مساء الخير. انا بموت في الاهلي. اهلا وسهلا. انا بموت في الاهلي والله. طيب انا بحب الاهلي. احنا كلنا بنحب الكوره في مصر. جبار فريق حلو. اه ايوه. طيب الاهلي. طيب تحب تقول حاجه ثانيه؟ ايوه. عون الماتش الاهلي بتاع اتحاد الشرطه عدوم النهارده. طيب طيب سبعه ايه دي؟ 7-2 يا بصوت. طيب يا سيدي ماشي. طبعا الناس بتفرح, الناس عاوزه طبعا تشوف كوره, الناس عاوزه تروح تشاهد المباريات, ولكن هو للاسف ان اتحاد الكوره مش عاوزين نرمي عليه طبعا الحمل كله, لان هو اتحاد الكوره للاسف سيء وسلبياته اكتر من ايجابياته. ولكن احنا بنقول عاوزين احنا نبدا بنفسنا, احنا عاوزين احنا كجهاز اداري في النادي الاهلي او في نادي الزمالك او في الانديه الكبرى او في الانديه الصغرى, ان احنا نبدا بنفسنا, يبقى في شويه تحكم, في شويه كنترول, وخاصه ان المشاكل ديت بيستغلها اطراف ثانيه واصابع ثانيه, واحنا عارفين ان البلد دلوقتي على صفيح ساخن. فاحنا مش عاوزين ان احنا نطور الامور, لكن برضو نكون واقعيين مع نفسنا ان مستوى زي اللي حصل دوت بيقول لنا لا نأجل شوية حتة الجماهير. آه لا ما ينفعش. ما ينفعش. لو حصلت المشكلة ديت في وجود جماهير كانت هتبقى كارثة. بالظبط كده. ومش دي بس, مشاكل كتيرة. يعني أنت دلوقتي بتتكلم إن إيه كل مباراة فيها مشكلة كده وأنت ما عندكش جمهور. وبعدين برضو عايز أقول لك على حاجة تانية, دي نقطة تانية. أنا من الناس اللي بتساند الحكام في كل الظروف, لأن هما الطرف أو الحلقة الأضعف في المنظومة. لا حد بيدافع عنهم ولا حد, ده حتى يطلع حكم ولا يضرب في الحكام, يعني هو زميلهم المفروض انت بتدافع عنهم بيطلع يضرب فيهم. فالحكام الحلقه الاضعف, تخيل ان الحكم بيلعب بدون ضغوط, ما فيش جمهور, تخيل بقى لو بيلعب تحت ضغوط ايه بقى المشاكل اللي حجم المشاكل. طيب معانا العميد محمد حسني وليه اقتراح. اتفضل سياده العميد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ومساء الخير على ضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. والله يا فندم ليه اقتراح, بقالي فتره كبيره كان نفسي اتكلم. احنا ليه الفريق اللي بيكسب ماتش بياخد 3 نقط او 3 نقاط يعني. مظبوط. ليه حضرتك ما نخلاش نقطتين وبعد ما ينتهي الماتش يلعبوا ضربات جزاء, الفريق اللي يكسب ضربات الجزاء ياخد نقطه؟ بمعنى ان كان قبل كده كتير قوي نلاقي ناس بتضيع ضربات الجزاء والناس بتضيع بطولات عشان ضربات جزاء. ايوه. فحضرتك ليه ما نعملش الماتش اللي هو 3 نقط, نقطتين اللي يكسب مباشرة ونقطة بعد كده للي يكسب ضربات الجزاء ما بين الفرقتين, منها متعة للجمهور, ومنها نعود اللعيبة انه يلعبوا ضربات جزاء كويسة, ومنها كمان ان الفريق اللي خسر ما يبقى ليه فرصة ولو امل ان ياخد نقطة يعوضوا في ترتيب الدوري. طيب مش شاكرين جدا على الاقتراح دوت, طبعا هنناقشه هنا معانا في الاستوديو, ولكن يعني انا الراجل حابب بالكوره وحابب ان هو يشوف بعد ال 90 دقيقه نشوف ضربات جزاء, لكن انا ما اعتقدش طبعا ان دوت يقدر دوله لوحدها تنفذه, لان طبعا لازم الفيفا هي اللي تقول حاجه زي كده. احنا عندنا مشاكل طبعا زي ما انتم عارفين في الفيفا, وبلاتا طبعا بعد فضيحه الرشوه, هو البلاتيني فضيحه الرشوه ديت, وطبعا هم استقالوا, ولكن كانوا بيدرسوا قرار جديد وهو المشاهده الالكترونيه للاهداف, وما قدروش يطبقوها, ولكن المانيا طبقتها وبيقولوا ان هم هيطبقوها في الشامبيون ليج اللي جاي. فهم بيقترحوا حاجات كويسه, ولكن انا اعتقد ان اقتراح زي ده هيبقى بعيد شويه, ولا ايه رايكم؟ هو شوف انت يعني قانونا الفيفا ملوش دعوه بانك انت تنظم مسابقتك الداخليه ازاي. انت ممكن تقول الفوز زي زمان بنقطتين والتعادل بنقطه. تمشي على نظام مختلف عن نظام الفيفا, لان ده مسابقتك المحليه انت بتديرها بلوائح, لكن هي شيء مش عملي. يعني مش عملي ان انا انهي كل مباراه بضربات جزاء وكلام من ده, يعني الحسابات بتاعتها مش هتبقى لصالح, قد تكون ضد انديه او لصالح انديه, مش حاجه عمليه. مش هي فكره حلوه للتدريب على ضربات الجزاء, بس ممكن تتعمل, لكن صعبه ان هي اتنفذت في الناشئين. يمكن يعني احنا لما كنا بنلعب في الناشئين كان فعلا كانوا بيعملوا كده, نلعب المباراه بنقطتين وبعد المباراه لازم نلعب ضربات جزاء. هي كويسه فعلا للناشئين, يعني بتعوده ان هو دايما يبقى يعرف يلعب ضربات الجزاء, وعايز يقول لك تحت ضغط. يعني لما يلعب تحت ضغط لما يكبر
يبقى كويس. لكن على مستوى الفرق الكبيره اعتقد انها هتاخد وقت من المباراه كمان كبير، فما اعتقدش ان يعني هتتنفس في بلد وباقي البلاد لا. طيب انا هستعرض معاكم الاسبوع ال 12 ونتائجه وتقولوا لي هل النتائج دي كانت متوقعه او نتيجه طبيعيه او لا. الداخليه مع المصري انتهت 1-1، الزمالك 2-2 مع مصر المقاصه، اسوان 2-1 مع وادي دجله، حرس الحدود 2-2 مع غزل المحله، الاسماعيلي 2-2 مع الشرطه، الانتاج الحربي كان خسر طبعا من الاهلي 1-0، الاتحاد السكندري 1-0 مع انبي، طلائع الجيش 0-0، والمقاولين العرب 1-1. الطابع العام بتاع الاسبوع كله كان تعادلات. تعادلات. الطابع العام كله كان تعادلات. ده يدل ايه على مستوى الكره المصريه، وخاصة احنا عندنا مشكلة كبيرة ان تراجع المنتخب هنتكلم فيها دلوقتي في التصنيف الايه الشهري بتاع الفيفا. بس انا اخد انطباعكم الاول على النتائج ديت، وهل هي دي نتائج طبيعية ولا اللعيبة لسه ما دخلتش في حموة الدوري؟ والله انا يمكن قلت كده من شوية، فعلا اتكلمت قلت ان النتائج والتعادلات في الاسبوع اللي فات دي يمكن عشان الفرق بدأت الامور تبقى قريبة، او الفرق اللي هي في المؤخرة البونت قريب من بعضه، بقى في تنافس شديد جدا. في نفس الوقت بدا النادي الاهلي والزمالك يخشوا في مرحله اللي هي المنافسه، يطلعوا تاني لفوق شويه، فطبعا المباراه بقت صعبه. يعني مثلا الداخليه فرقه بتلعب على المركز الاول وماشيه كويس الفتره اللي فاتت، نادي المصري برضو عنده صحوه كبيره الفتره اللي فاتت بيكسب مبارياته، وان كان مباراه الداخليه دي ظلم فيها فريق الداخليه بضرب الجزاء وهدف صحيح، يعني طبعا ودي يمكن من الحاجات اللي اثرت على نتيجه المباراه دي. بالنسبه لمباراه الزمالك والمقاصه دي طبيعيه، لان فرقه المقاصه افضل فرقه بتلعب كوره في الدوري المصري، فرقه المقاصه معاهم مدرب على اعلى مستوى ايهاب جلال. الفرقه بتاعته بتلعب كوره حديثه اللي هي الكوره الهجوميه الشامله، في نفس الوقت عنده الارتداد السريع للدفاع. ف فرقة المقاصة فرقة محترمة انها كسبت الاهلي، ونتيجة التعادل مع الزمالك اعتقد ان هي منصفة للطرفين. مباراة اسوان ووادي دجلة انا شايف ان المباراة في ظل الفترة اللي فاتت فريق اسوان فريق محترم جدا، وادي دجلة فرقة كويسة ولكن عندهم بعض المشاكل، فالنتيجة طبيعية، وان كان هي كانت هتطلع تعادل ولكن الهدف جه في اخر دقيقة. مزبوط. حرس حدود وغزل المحلة، حرس حدود كان فايز 2-0 وتعادل 2-2 من ضربتين جزاء. حرس حدود ما عندوش ثقه لسه في ان هو ياخد مباراه او ان هو يعرف يحافظ على نتيجه المباراة. فبالتالي فريق غزل المحله المكافح او اللي هو عايز يخش في بطوله الدوري عايز يلحق يجمع بناط لان هو بعيد جدا، قدر ان هو فعلا يركب في الشوط الثاني ويوصل ان هو يتعادل 2-2. طبعا مباراة الاسماعيلي والشرطة يمكن دي كانت موفقة لفريق الشرطة، الاسماعيلي افضل فنيا من فريق الشرطة، ولكن فريق الشرطة من المباراة السابقة بينهم في الفترة اللي فاتت ان الشرطة حظها حلو مع الاسماعيلي، دايما كانت بتكسب الاسماعيلي احيانا، فيمكن ده اللي عمل حتة التوازن شوية في المباراة، وان كان الاسماعيلي اعلى فنيا بكتير من الشرطة، ده اللي خلى المباراة تنتهي بتعادل. مباراة النادي الاهلي طبعا احنا يمكن شاهدناها، النادي الاهلي خطف الهدف في نهاية المباراة. طيب. فدي يعني دول المجمل المباريات اللي فوق بقى فيه تنافس، الفرق بقى فيه تنافس شديد جدا، لان اللي مش هيعرف يجمع ومن وجهة نظري بونت دلوقتي في الفترة دي هيبقى بعد كده خلاص المسافات هتوسع بين المراكز الاولى وبين الناس اللي هبطه. طيب معانا اتصال تليفوني طبعا مع الاستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. استاذ عبد الحميد مساء الخير. اهلا بيك كابتن محمد، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك. اهلا وسهلا على كل مشاهدي القناه. اهلا وسهلا. احنا بنستغل اتصالك معانا وعاوزين نستعلم عن صفقه نادي الاسماعيلي وعن صفقه اللاعب باهر المحمدي. هل عندك معلومات جديده باهر المحمدي؟ طبعا احنا عارفين نادي الزمالك في الفتره الاخيره كان دخل مصادات مع نادي الاسماعيلي لضم باهر المحمدي، حتى ان صفقه اعاره اسلام جمال مدافع الزمالك يعني كانت داخله في جزء من الصفقه، ولكن الامور ما تمتش لحد دلوقتي، يعني نقدر نقول انها لسه في طول المفاوضات. طبعا اللاعب باهر المحمدي
يعتبر من اكتشافات ميدو او ان ميدو شافه لما كان بيدرب فرقه الاسماعيلي، فكان من اول الطلبات الفنيه لما جه يدرب نادي الزمالك ان هو يتعاقد معاه على امل ان هو يعني يحل له المشكله في الجبهه اليمين. طب على حساب مين؟ على حساب تمتش الصفقه على حساب مين؟ على حساب سام جمال ولا مين؟ اسلام جمال كده كده هيطلع اعاره مفروض للنادي الاسماعيلي، وديت صفقه يعني هتتم بشكل كامل مفيش اي مشكله. ولكن صفقه باهر لسه شويه يعني الرتوش الاخيره، كان مندوب النادي الاسماعيلي موجود النهارده في نادي الزمالك، ولكن في بعض كده الرتوش الاخيره لاتمام الصفقه يعني ممكن نشوفها خلال ساعات ان شاء الله. طيب طب احنا نعرف ان ميدو يعني ما شافش اللاعب دوت وما لعبش معاه، ازاي يحكم عليه ان هو ما لعبش معاه؟ لا لا هو اكيد شافه وكان بيدربه طبعا. الباهر محمد يعني هو مجرد ان هو اتمرن معاه شاف ان هو محتاجه عنده في الفريق بتاع نادي الزمالك. مع لعيب صغير في السن. بالظبط، هو شايف ان هو ممكن يستفيد منه في الجبهه اليمنى طبعا. نادي الزمالك بيعتمد يعني رغم انه عنده حازم امام في الناحيه اليمين، حازم امام وعمر جابر طبعا. ولكن هو حابب ان هو يستغل عمر جابر في نص الملعب اكتر، فعايز لعيب بمواصفات الظهير الايمن اللي هو يقدر يفيد له في الجبهه دي. فكان اختيار ميدو ان هو يشوف باهر المحمدي على امل ان هو بعد كده لو الاعاره تتجدد، ولكن زي ما قلنا لحد دلوقتي او لحد ما انا بكلم حضرتك الصفقه ما تمتش، يعني ممكن في الساعات القليله القادمه تتحط الرتوش الاخيره وتتم ان شاء الله. طيب اسباب، عاوز اخد راي حضرتك في اسباب اختيار ميدو لقياده نادي الزمالك. تمام، هو كان واضح الامر عشان ميدو في الطريق نادي الزمالك قبل ما الزمالك يتعاقد مع ماركوس باكيتا من الاساس. ايوه، ولكن كان في وقتها ارتباط المدرب مع النادي الاسماعيلي يعني بيأجل المفاوضات شويه. تعاقد نادي الزمالك مع ماركوس باكيتا وهو مدرب له سي في محترم جدا، مدرب برازيلي، ولكن ما قدرش يصبر عليه مجلس الاداره، وخصوصا ان فيه دايما كده يعني توصيات من المجلس ورئيس النادي الاستاذ مرتضى منصور يعني بمشاركه الصفقات الجديده، بان هو يعني يهتم باللعيبه الجداد والكلام ده، بيرفض المدربين. ودي كانت ازمه البرتغالي فيريرا موجود في قبل كده وبسببها رحل عن الزمالك. وباتشيكا فماركوس بالظبط، ماركوس باكيتا حتى رئيس النادي اعلنها، قال ان هو العند هو سبب الاستغناء عن ماركوس باكيتا. فكان الخيار الاول والمعروف لدى كل جماهير نادي الزمالك وكل المتابعين في الوسط هو عوده احمد حسام ميدو مره اخرى. طبعا فرصه او مش فرصه يعني الظروف اللي كانت موجوده والازمه اللي حصلت مع حسن عبد ربه في النادي الاسماعيلي خلت ان احمد حسام ميدو يرحل عن النادي الاسماعيلي ويبقى متاح يعني ايام قليله جدا، 29 يوم بالظبط من تولي ماركوس باكيتا. طيب تولى بعدها احمد حسام ميدو المهمه، ونجح طبعا في اختبار صعب جدا مع التخليه في اول مباراه لي ان هو يكسب 2-0 ويحط التشكيل اللي يعني قد يراه كثير جدا من جمهور نادي الزمالك والمتابعين. بس يعني احنا كنا عارفين ان في ناس كتير متوقعه ان هو ميدو هيمسك الزمالك من بعد ما ساب الاسماعيلي باسبوع. بالظبط كده، بالظبط كده، كان واضح جدا ان هو الاختيار الاول والانسب لنادي الزمالك في الفتره دي. يعني نقدر نقول ان هو لولا ارتباطه بالاسماعيلي قبل التعاقد مع ماركوس باكيتا كان هو اللي هيكون موجود بشكل مباشر، وطبعا كانت هتبقى فرصه افضل لنادي الزمالك. طب رايك في الجهاز محمد صلاح وحازم امام، هل هيبقى في تجانس بينهم؟ هل هيبقى في بينهم اتفاق؟ احنا عارفين ان محمد صلاح ده المدرسه القديمه، حازم امام المدرسه الجديده، وطبعا المدرب ميدو مدرسه نقدر نقول عليها مدرسه اوروبيه حديثه، هل هيبقى في توافق وتجانس بينهم؟ وبعدين عاوز اخد رايك لو كان عندك معلومه عن الحديث اللي دار ما بين المستشار مرتضى منصور والجهاز واللعيبه قبل المباراه اللي فاتت، واللي قال لهم فيها الخساره خلوها عليا انا، ابقى في وش المدفع وفي وش الاعلام، والمكسب خليه ليكم انتوا وفرحه المكسب ليكم انتوا. هل ده فعلا بالزبط تم؟ بالظبط بالظبط، الكلام ده حصل فعلا، وهو كان مرحب جدا بالاسماء اللي موجوده ديت. اداره نادي الزمالك حابه ان هي تدي الفرصه لحازم امام زي ما ادتها لميدو، مفيش اي اعتراض على فكره يا كابتن. لو انت تفتكر التجربه الاولى لميدو اللي كللت بالنجاح وفاز ببطولة الكاس وقتها كان في وجود محمد صلاح، بيذلل له عقبات كتيرة جدا وبيستفيد من خبراته، وبعدين في حتة تجانس موجودة من فترة. فلا بالعكس، ده تجانس، ده يعني كان تعيين محمد صلاح في جهاز ماركوس باكيتا يعني نقدر نقول كده هو الإعلان الرسمي الأول لعودة ميدو مرة أخرى للفريق. حازم إمام يعني صلاحياته الفنية مش كتيرة قوي، هو يعتبر رئيس جهاز، نقدر نقول تجربة جديدة للثعلب الصغير حازم امام.
تجربة ليها صلاحيات إدارية وليها صلاحيات فنية. نتمنى له بالتوفيق والتجانس، أنا شايف إنه موجود. كان عبد الحليم علي بس كان في نقدر نقول كده حتة إنه هو إيه مش تذمر، ولكن نقدر نقول إنه هو حس إنه هو